التنويه، مش عادي فقرة إذاعية مبنية على قصص وأحداث حقيقية مثيرة ومشوقة. تحتوي هذه الفقرة على أحداث أو أوصاف أو مؤثرة سمعية قد يجدها البعض غير مناسبة، فرجاء من أصحاب القلوب الضعيفة والأطفال أقل من 12 سنة عدم مواصلة مشاهدة الفيديو، وشكراً. عام 1974 تعرضت أمريكا لضربة مرعبة من أكبر إعصار مدمر في العالم، إعصار بقوة 148 إعصار عادي. خبراء الأرصاد الجوية ما نجموش يتنبؤوا بالزمان والمكان اللي باش يضربوا الإعصار هذا، والنتيجة أكثر من 5500 شخص لقوا رواحهم في السبيطارات وماتوا 330 أخرين. كارثة طبيعية قلبت البلاد. ميزوري، مدينة كانساس، نهار 3 أفريل 1974. علماء الأرصاد الجوية في التنبؤ بالعواصف داخلين بعضهم. حسب الرادارات اللي قدامهم، فما أعصار قوي برشا باش يضرب وسط أمريكا. العواصف موجودة في الولايات الكل، والناس تعودوا بها، تقريب 1000 أعصار كل عام، ولكن الأكثرية دوامات صغيرة ومش مدمرة. ولكن وسط أمريكا هي أكثر بلاصة تضربها الأعاصير وتجي بين جبال روكي والأبلاش، اش خلاها البلاصة هذيك تتسمى بالتورنيدو فالي، معناها وادي الأعاصير. البيانات الموجودة قدامهم تبين وجود إعصار قاعد يحضر في الثنية. المشكلة منظره باش يكون مش عادي. الرياح الجافة جاية من المحيط الهادي باش تتلاقى في الوسط مع الرياح الرطبة اللي جاية من خليج المكسيك، والظروف هذه مواتية للعواصف الرعدية. ولكن الريح اللي تجي من فوق تمنع العواصف الرعدية، والنتيجة ظروف جوية مش مستقرة بالكل. علماء الأرصاد قاعدين يدرسوا في مخططات الرادار باش يتحصلوا على إشارات النشاط الأعصاري. اللي شافوه ما كانش غريب برشا، شافوا حاجة كما هكا قبل، أما وقتاش؟ عام 1965، 48 أعصار دمروا الديار والشجر واللي عرضهم في ثنيتهم الكل على مسافة 760 كيلومتر بين ألينوي وميشيغان وإنديانا في ظرف 12 ساعة برك. تجرحوا 1500 واحد وماتوا 271. كارثة طبيعية ما نجموش يتنبؤوا بحدوثها. بقاو يتفرجوا في الأعاصير تتشكل قدامهم على رادار، ولكن ما نجموا يعملوا شيء بالمسبق حكم ما فماش البيانات الكافية. بعد 9 سنين من الكارثة هذيك، التطور اللي صار للأجهزة اللي تتنبأ بالعصير ما كانش كبير برشا. علماء الأرصاد مازالوا يواجهوا نفس الصعوبات في تحديد مكان وقوع الأعصار بالضبط، والمصيبة إنهم يواجهوا في أعصار أخيب برشا من 48 أعصار اللي صاروا عام 65. واحدة من آلاف المدن في الوسط الغربي هي زينيا في أوهايو، مع المدي ساعة غير ربع متاع القايلة جولي سميث، عمرها 17 سنة، قاعدة تفطر مع أصحابها في مدرسة زينيا الثانوية. قاعدين يفطروا في عقلهم ويحكيوا على المسرحية اللي بش يعملوها، أما ما في بالهمش بفيلم الرعب اللي بش يعيشوه. في الوقت اللي كانوا يفطروا فيه الدنيا شمس وفما شوية ريح برك، طقس عادي برشا، أما اللي مش عادي هو اللي جاي في الثنية. على بعد 24 كيلومتر من زينيا في دايتون، لوسيل ليهمان عمرها 37 سنة، تخدم مديرة في شركة إلكترونيك، مخها مشخشب على بنتها سيسيليا اللي عملت عملية على العمود الفقري. المدي ساعتين متاع القايلة في مركز التنبؤ بالعواصف. علماء الأرصاد بداو يثيقوا بالطقس تبدل، فما عواصف رعدية ظهرت على الرادار وتشمل منطقة كبيرة برشا. باش ما تتعودش نفس الكارثة متاع عام 65، التلافز والإذاعات خرجوا تحذير للمواطنين اللي يسكنوا في الولايات اللي جاية في وادي الأعاصير. National Weather Service Doppler radar indicated a severe thunderstorm capable of producing a tornado. ولكن الأكثرية حتى حد ما أعطى أهمية للتحذيرات هذه بحكم ما عندهمش ثقة كبيرة في النشرة الجوية. 23 دقيقة متاع القايلة، لوسيل كملت الخدمة وطلعت في كرهبتها وقزت ربي لدارها باش تلهاب صغارها اللي نورمال ما مازالوا كيف روحوا من المدرسة. هي تسوق، قالت لوسيل تبدل في الراديو من إذاعة لإذاعة لين سمعت تحذير بكون العاصفة الرعدية باش تولي أعصار.
Doppler radar indicated a severe thunderstorm capable of producing a tornado. بالوقت زادت في السرعة متاعها بشتخلت على صغارها، شكون يعرف على البلاء. بعد درجين بالضبط ومع 3.5 الطقس تقلب وبداوا يظهروا دوامات، بالتحديد ظهروا 20 دوامة، ولكن ما فما حتى واحدة منهم تشكر اختار على الديار ولا العباد. الدوامة رقم 21 ظهرت في مدينة زانيا وكانت أكبر من الأخرين. رغم التحذيرات اللي تعدت في التلفاز والإذاعات، الناس في زينيا ما كانوش واعيين بحجم الكارثة والمصيبة اللي جايتهم في الثنية. مواطن في ثنيته للدار شاف الدوامة الكبيرة يا أخي، كلم مركز خدمات الطقس، قالهم قليل الأعصار بدأ يوصل للمدينة واعطاهم بلاصته وين بالضبط. التليفون هذا هو أكثر تليفون كانوا خايفين منه. بالوقت التليفونات الكل خدمت. بالنسبة لل 25,000 اللي يسكنوا في زينيا، الأعصار هذا ما عادش مجرد احتمال، الأعصار حقيقة، وحقيقة مرة برشا. ثلاثة أفريل 1974، علماء الأرصاد قاعدين يتفرجوا على مشهد مرعب، فما أعصار قاعد يكبر، والمشكلة الماكينة اللي قدامهم ما تنجمش تقولهم وين باش يضرب بالضبط. ثلاثة واثنين وثلاثين دقيقة في زينيا في أوهايو، الأعصار قاعد ماشي الوسط البلاد. في المدرسة الثانوية 2000 تلميذ مازالوا كيف كملوا القراية وروحوا، لكن جولي و11 تلميذ أخرين مازالوا قاعدين يبرفوا على المسرحية في قاعة المسرح. في الوقت هذاك بو جولي خرج بالكرهبة باش يمشي يروح بنته بعد البروفة، ما في بالو الجملة اللي فما أعصار في طريقه الوسط البلاد. في المدرسة روث صاحب جولي دخلت تجري لقاعة المسرح تصيح متحمسة، قتلهم إجاو تفرجوا ولا منظر البرة فما أعصار. خرجوا تلامذة فرحانين باش يشوفوا أعصار صغير ومينيون حسب رأيهم، كانوا يشوفوا في دوامة صغيرة يسخيلوها قريبة منهم وهذاك الحجم متاعها، ولكن الضحكة اللي على وجوههم بدأت تتنحى بشوية بشوية كل ما كان يقرب الأعصار، إلى أن استوعبوا أخيرا حجم الكارثة اللي جايتهم. كان يهز في كل شيء في ثنيته، كراهب، ديار، حيوانات، اللي يعرضوا يجبدوا ويطيروا لفوق. التلامذة بالخوف ما نجموش يتحركوا، إلى أن قوة الريح متاعه بدأت تتحرك في البلار متاع الشبابك وين كانوا واقفين. وقتها هربوا باش يجريوا يتخباوا. رغم اللي تلمذة متخبيين في وسط المدرسة، إلا أنهم قريب يطيروا بالريح، كل واحد فيهم شاد في حجر زينة باش ما يتهزوش. الأربع غير ربع انطار عشية، أعصار زينيا ما زال يتقدم وينشر في الدمار في كل تحريكة. لوسيل وصلت لدارها، الحاجة الباهية صغارها الأربع غاديكة، أما الحاجة الخايبة برشا، الأعصار جاي لدارها بالضبط. لوسيل حلت الشبابك الكل باش دارها ما تتهزش بالريح كما قالت لهم الحكومة الأمريكية. الأعصار قاعد يقرب والريحة قوية برشا، وبحكم الشبابك محلولين دارها تقلبت بكلها من الداخل. تي بلاش أعصار وتحل زوج شبابك هكاهو، الدار تتقلب بالريح، فما بالك الشبابك الكل محلولين في وسط أعصار. الأربعة متر عشية تعدى الأعصار من زينيا وشدت الطريق للشمال الشرقي في اتجاه الريف. مشى الأعصار ولكنه خلى زينيا منطقة منكوبة. بحكم اللي في أمريكا ديارهم مصنوعين باللوح، نجموا تتخيلوا وحدكم كيفاش ولاو بعد ما تعدى الأعصار. في بلاصة كل دار كان فما كتس متاع لوح وأثاث وتلافز والماتريال اللي كان موجود في الديار، هذا كان لطف بهم ربي وقعدوا في نفس البلاصة، خطر الأعصار كان وكأنه أسبيراتور يجبد الحاجة بقوة الهواء ويلوحها في بلاصة أخرى. تحت كدوس اللوح الموجودين في كل بلاصة فما مئات الأشخاص تحتهم، البعض منهم مات والبعض منهم مجروحين ويلزم يتم إنقاذهم. في المدرسة التلامذة اللي كانوا يبرفوا على المسرحية متاعهم حالتهم خايبة برشا، بكلهم مصدومين من اللي صار لهم ومجروحين باللوح والبلار اللي طاح عليهم. جولي سميث واحدة منهم،
كانت ترعشت كلها ومخها بين الصدمة من اللي صار والفرحة أنها عاشت بعد اللي صار، وبقت تخمم إذا هما صار لهم هكا من البرة شو صار في العباد. في زينيا ماتوا 33 واحد وبرشا لتو مازالوا تحت الأنقاض متاع الديار اللي طاحوا. دار لوسيل وصغارها الأربعة واحدة من الديار اللي طاحوا بحكم كلا ضربة مباشرة من العصار. ولدها جو عمره 14 سنة، الريح هزوا من الدار طيروا وطيشوا البرة وخلاه مصدوم ومرتوخ في القاعة. في الوقت اللي هي وصغارها ثلاثة الأخرين تحت الأنقاض، بنتها سيسيليا اللي ما زالت كيف عملت العملية على ظهرها طاح عليها السخان متاع الماء. الجيران اللي خرجوا لباس مشاو يعاونوا في جيرانهم اللي تحت الأنقاض. ستيفاني أخت جو وسيسيليا جبدوها الجيران من تحت اللوح، وبعد منعوا أختهم الصغيرة دينيس. لوسيل أمهم نجمت تخرج من غديكة وحدها وتصدمت من اللي شافته. دارها الكل قد قدم على القاعة، حويجها وحويج صغارها وكل شيء خدمت عليه وتعبت عليه اتكسر وقال فسد. شي عاود يعملوا هذا الكل، أما توا اللي صار صار. الفايدة هي وصغارها لباس، جو موجود، ستيفاني موجودة، دينيس كيف كيف. لحظة برك، ويني سيسيليا؟ لوسيل دخلت بعضها كي ما لقاتش بنتها سيسيليا وبدات تلوج عليها. تلقى جيرانها يفرعوا في السخان متاع الماء باش ينجموا يجبدوها. سيسيليا كي خرجت نجمت تتحرك يديها، اما الجزء اللوطاني من بدنها الكل كانت تقول عليه مخدر. بو جولي مازال كيف دخل المدينة زينيا ما شافش الأعصار، أما شاف الدمار اللي خلاه وراه. بو جولي بقى يمشي ويتلفت، مش هذه المدينة اللي يعرفها. المدينة هذه تقول خارجة من حرب، الدنيا الكل مقلوبة سفيها على عليها، أما زعما بنته وين؟ حية ولا ميتة؟ ما كان يعرف حتى شيء. 4:43 دقيقة متاع العشية، 42 دوامة ظهروا في وادي الأعاصير، وحسب التقارير في مركز الأرصاد الجوية ما زالوا فما أعاصير أخرين. علماء الأرصاد عمرهم ما شافوا حاجة كيف ما هكا، والمصيبة الكبيرة إنه ما فما حتى إشارة اللي الأعاصير باش تضعف القوة متاعها. الأربعة وسبعة واربعين دقيقة في ضواحي مونتسيليو في إنديانا أعصار كبير برشا قاعد يظهر. الدوامة شدت نيتها في المزارع، مش بعيد برشا دونالد ريتشارد كان يسوق في ميني باس كار صغيرة ومع خمسة بنات. عدوا جمعة وهما يزوروا في المواقع التاريخية وتوا باش روحوا، كانوا تعبين برشا وذك علاش البنات كانوا راقدين. الخمسة ودرجة متاع العشية، العصار يبدل اتجاه متاعه في ريف انديانا، وكل ما كان يقدم كل ما القوة متاعه كانت تزيد. في وسط الميني باس حتى حد ما كان يعرف اللي الدوامة العملاقة وراهم قد الاعصار لاحق في جرتهم، والقوة والسرعة متاعه قاعدين يزيدوا. دونالد ما فاقش به الجملة، عينيه على الطريق اللي قدامه ووراه بالضبط فما اعصار، ومش اي اعصار. دوب ما وصلوا للقنطرة فوق نهر تيبيكانو يخلط عليهم الاعصار. اتخيلوا ميني باس تجري فيها ست عباد تهزهم الدوامة وتلوحهم 15 متر كاملين وتجيبهم في وسط النهر اللوطا، وبدت الكار تغرق باللي في وسطها الكل. كارن في آخر لحظة نجمت تخرج من تالي بحكم البارابريز تكسر، وبالصيف نجمت تمنع بروحها. كارن كانت مزهارة برشا، أما أصحابها ما كانوش كيفها. الكار غرقت باللي في وسطها الكل. نرجو للمدرسة في زينيا. ألبرت بو جولي مازال كيف خلط غديكا، شاف المدرسة مدقدقة بكلها. هبط يجري من الكهرباء باش يشوف بنته وين. لقى بوليسي وقف قدام الحطام متاع المدرسة ما خلاش يتعدى، قالوا بنتي هوني، قالوا ممنوع تدخل راهو ما فما حتى حد حي لداخل. ألبرت دخل بعضه كلا صدمة تحياته. ألبرت ولا يبكي، رجع لكهربته وبقى يسوق ومخه مش فوق الجملة. السيد جاي باش يروح بنته يلقاها توفات، حالته كانت تسخف على الاخر. ألبرت يسوق ويسيح بالقوي يعيط لبنته،
أمنيته تكون منعت. ما نجمش يصدق اللي بنته ماتت. بقى يسوق ويصيح ويبكي. السيد دخل في هستيريا. هو هكا شاف طفلة من بعيد لابسة كيما بنته، تي حتى شكلها كيما بنته زادة. ألبرت شد فرانسيك وهبط يجري يشوف بالك تطلع بنته. وتنجموا تتخيلوا وحدكم إحساسه وقت اللي تتلفته الطفلة ويلقاها بالرسمي بنته جولي. جولي منعت وخرجت بعد ما ضرب الأعصار بالضبط وقبل ما تجي الحماية والشرطة. جولي كانت تمشي وهيمة بالصدمة اللي كلاتها، مجروحة بكلها بالبلار والشظايا اللي طاحوا عليها، أما لا بأس. بوها عنقها بالقوي وترشق بالبكاء، بقى معنقها ويبكي وبعد روح بها. الليلة هذيك كانت ليلة الأعاصير، للفجر والدوامات تضرب في المنطقة هذيك. في الجملة 148 أعصار في أقل من 24 ساعة، منهم 6 أعاصير خارقة وهي أقوى أنواع الأعاصير على الإطلاق. فجر نهار 4 أفريل 1974 حجم الدمار كان مرعب. تم تقدير الخسائر المادية ب 600 مليون دولار، معناها ما يعادل 2300 مليون دولار بالعملة متاع وقتنا تو. وباش نزيد نقرب لكم شوية، الدمار متاع الأعاصير اتكلف عليهم ب 7000 مليار بفلوسنا احنا. اتجرحوا 5500 شخص وماتوا 330. الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون زار مدينة زينيا باش يقف مع المتضررين، وزار المدرسة اللي ضربها الأعصار وقت كانت جولي وصحابها موجودين فيها، وتم تكليف الجيش بتنظيف المدينة من مخلفات الدمار. أكبر ثورة أعاصير في التاريخ الحديث. صحيح كانت مصيبة، ولكن مصائب قوم عند قوم فوائده. المصيبة هذه كانت عندها فايدة كبيرة برشا، خطر علماء الأرصاد الجوية مشاو للمناطق المنكوبة وعملوا دراسة لمسار الأعصار والدمار اللي عملوا، وقاموا بالبحوث اللازمة الكل وطوروا من الآلات متاعهم، إلى أن وصلوا اليوم ينجموا يعرفوا وقتاش باش يضرب الأعصار ووين باش يضرب بالضبط، وهكا نجموا يمنعوا برشا أرواح. مش عادي كل 2 و3 و4 المادي ساعتين ونص والعشرة متاع الليل على ديوان فام مع أحمد السهيلي.